بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة وذلك بمناسبة ذكرى العيد الوطني لسلطنة عمان الشقيقة واعرب جلالته في البرقيه عن اطيب تهانيه وتمنياته لجلالته بموفور الصحه والسعاده ولسلطنه عمان وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قياده جلالته الحكيمه مشيدا جلالته حفظه الله بعمق العلاقات الاخويه الوطيده التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين متمنيا لهذه العلاقات المزيد من النماء والتطور